قرارات الحرمان إلى آخره جراء المسبات والهتافات اللي بتصير داخل الملعب. بدي رأيك كواحد من متابعين كرة القدم من سنوات وسنوات، رأيك بهمنا وبهم اللي بتابعنا كمان. يعني الجمهور هو الفاكهة الرياضة في أي لعبة، كان كرة قدم ولا سلة ولا طائرة ولا أي لعبة فردية، جمهور كرة القدم صحيح. أو أي جمهور رياضة هو المتعة. يعني مباراة بدون جمهور ما لها معنى، والجمهور صحيح. هو فاكهة الرياضة صحيح. القرارات انك تحرم الجمهور هذا كله غلط. انا مش مع انك تحرم الجمهور، انا مع انه تعاقب المسيء. جمهور الوحدات، جمهور الفيصلي، جمهور رمثة، جمهور سحاب، جمهور الكرة الاردنية كله جمهور محترم. جمهور ما في عندنا شغب ملاعب في الاردن، جمهور بشجع ناديه بانتماء زي ما حكينا في البداية، وجمهور بحب ناديه ومن الحب ما قتل. بس في عندك ناس هذول لازم يتعاقبوا، بنعدوا على اصابع اليد. كان في جمهور الوحدات ولا في جمهور الفيصل ولا في جمهور جميع الأندية، هذول بثيروا الفتن. وهم برد أكرر إنه بنعدوا على أصابع اليد 20 واحد من جمهور الوحدات أو 20 واحد من جمهور الفيصل. طب إذا هذول لما يسيئوا أنا أعاقب الصالح والطالح؟ أنا لازم هذول أنبذهم وأحاسبهم وأخليهم عبرة لمن أعتبر هذول 20 واحد اللي بيسيئوا، اللي بيسبوا على الحكام وبيسبوا على المدربين وبيسبوا على اللاعبين. يعني في منهم قبل ما تبدأ المباراة بيسب على اللاعب أو على المدرب أو على الإدارة أو على الاتحاد. هذول الناس لازم يتعاقبوا، لأنه جمهور الأردن، جمهور الكرة الأردنية جمهور مثالي، وإحنا إن شاء الله